من هؤلاء السلف؟ هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين. وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ نعم، ونقول هي سلفية عقيدة، وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا زمنا، لكن هؤلاء سلفية عقيدة، عقيدة وعملا في الواقع، وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف، هم بالنسبة لمن بعدهم سلف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة المقابر: أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أنتم سلفنا ونحن بالأثر.